مع سعيد حامد ومع الكرو كله راجعين لبعض تاني. في حاجه النهارده ان احنا هنشوف حاجه جميله جدا، انا متوقع ده ومتاكد من ده. انت قلتها بنفسك يعني يا استاذ سعيد حامد واستاذ محمد هنيدي، مع المجموعه الكبيره طبعا اللي موجوده حاجه هتكسر الدنيا ان شاء الله. انا جاي النهارده سبورت واتمنى لهم كل خير واتمنى لهم كل نجاح، لان الناس دي تستاهل كل نجاح وكل خير. هنا صورتك على السوشيال ميديا قلبت الدنيا احمد، وجنبه فريد شوقي، يعني حاجه عظمه. الحمد لله، الله يرحمه ويحسن اليه ربنا. بس ان شاء الله يعني الواحد نفسه يبقى ربع فريد شوقي، مش حتى، بس ان شاء الله يعني الواحد بيسعى. بس انت ما شاء الله احمد نقدر نقول ماشي على خطوات ثابته، الحمد لله. بس برضه ده تاريخ كبير يعني. الراجل بص اقول لك على حاجه، ان يبقى بقالك بتعمل لك مئويه دي حاجه كبيره، برضه بتعمل لك مئويه دي حاجه كبيره. فالله يرحمه ويحسن اليه، ده تاريخ. ويا رب ان شاء الله الواحد يقدر يبقى ربع فريد شوقي. عايز اعرف منك بقى بتجهز ليه جديد الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ في حاجات مفاجآت ان شاء الله يعني. وانا لسه بس كنت لسه خارج من عمليه، فما كنتش بجهز لاي حاجه، كنت بجهز العمليه ولسه. طيب عليك ايه كده؟ الحمد لله الحمد لله، فخير يعني. بعمل مراره، كان عندي حصوات على المراره واستأصلت المراره، فان شاء الله يعني قريب في حاجات حلوه ان شاء الله. مين اللي فقع لك المراره؟ والله يعني الله يسامحك، الله يسامح الزمن. الحمد لله الحمد لله. لا بصراحه، مين اللي ممكن في حياتك كده بتحس ان هو كان تعب لك المراره فعلا؟ لا خالص مش كده، لا هي بص، هو نصيب ورزق، فهو النصيب جه كده وابتلاء، والحمد لله وربنا خرجني منه وخير الحمد لله. ما شاء الله بتعمل نجاح رمضان جت يا عيني في العمليه دي. ممكن برضه ممكن تسلم. لا ربنا يعني كل سنه وانت مبسوط لما بشوفك. والله العظيم انا مبسوط جدا لما بشوفك، يعني انت راجل محترم وراجل مجتهد، واحنا انا اعرفك من زمن، مبسوط ان انا ببقى معاك في كل خطوه بعملها بلاقيك موجود، فدي حاجه تشرفني وحاجه كبيره بالنسبه لي. والله اكتر سعاده ليا ان انا الاقيك موجود. انا بجد فعلا ميرسي، تسلم تسلم لتعبك كمان، تسلم، ربنا يخليك ليا.